مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي بموضوعية. ومن جدة نقدم هذه الحلقة واستضيف فيها الأستاذ عدنان جميل خوجة، وهو مستشار تأميني وعضو سابق في لجنة التأمين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة. مرحبا بك أستاذ عدنان. مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام. حياك الله. الله يجزاه خير ويسلمك. في البداية يا أستاذ عدنان، ودي تعطيني صورة عن قطاع التأمين في المملكة، بمعنى أنه كان قطاع لم توجد فيه شركة واحدة اللي كانت التعاونية لفترة طويلة، ثم بدأ زخم الشركات الجديدة وغيرت كل قواعد، خلينا نقول مجازا، لعبة التأمين من شركة واحدة إلى الآن 35 ولا 40 شركة تأمين. 33 تقريبا، 35. إيش اللي حصل يعني؟ طبعا التعاونية تأسست عام 1986. وقت ما تأسست كان موجود في السوق تقريبا 135 شركة. أوه، أيوه. كثير يعني. أيوه والله. والشركة الوحيدة اللي مسجلة وتشتغل ودعمت، بس غير رسميات صح؟ غير رسميات طبعا، مسجلين في البحرين وداخلين هنا بنظام خدمات عامة، ما هو تأمين أبدا يعني، مسجلين في البحرين وجايين هنا تحت غطاء آخر غير التأمين، بمكاتب وكل شيء. بمكاتب وكل شيء، ولكن للأسف وقت ما تزيد الخسائر عن قيمة الأقساط يتقفلوا ويروحوا يرجعوا تاني البحرين، يسووا شركة تانية ويرجعوا وترون فلوس الناس. ويرقون فلوس الناس للأسف. كثير من المستشفيات أظن الآن بتطالب كثير من هذه الشركات اللي فلست ومشيت، وللأسف كان لسه مؤسسة النقد ما حطت يدها على ألين في 2003. مؤسسة النقد طبعا شافت الوضع هذا، ويعني تقريبا من 9 سنوات 10 سنوات، وبدت تأسس سوق التأمين بطريقة فنية مهنية، اللي هي تطلب رأس مال حوالي 200 مليون بالنسبة لشركات التأمين، بالنسبة لنا نحن أو لشركات الوسطاء التأمين 5 مليون، اللوست جستر اللي هم مقدر الخسائر 3 مليون. بدأ سوق التأمين ولله الحمد ينضبط كثير جدا، حتى تقلصت شركات التأمين إلى زي ما تفضلت إلى 33 شركة حاليا تعمل في السوق تحت منظمة، تحت مراقبة مؤسسة النقد السعودي. يعني أنه كان قطاع التأمين، يوضح من خلال كلامك اللي أفهمه أنه ما كان هناك قطاع حقيقي، كان شغل يعني شغل فردي ارتجالي. نعم ارتجالي. صحيح صحيح. طيب الناس ما كان ذاك الوقت المسؤول أهمية أو معرفة التأمين، هل هذا هو قصور من الشركات ودورها في عملية أن الناس يستوعبون ويفهمون التأمين؟ هل هو قصور إحنا تأخرنا كثير في مسألة أنه يدخل التأمين في سوق السعود واقتصاد يعتبر أكبر اقتصاديات نعم في المنطقة؟ نعم للأسف. لا، اللي تأخر أنه الدولة هذا، لأنه كان في موضوع الحرمانية للأسف. يعني كنت أي تاجر ولا أي قطاع تروح وتقابله يقول لك التأمين لا حرام، فالحرمانية من جانب الشرعية، من ناحية الشرعية، من ناحية التأمين. حتى كان المحاكم الشرعية ما في كان جهة تقدر تروح، ولو في أحد العملاء عنده مشكلة أو شركة تأمين كان صعوبة أنه يحصل جهة رقابية أو جهة تقدر مرجعية أنه توضع الملومة أو الحق على سواء شركة التأمين أو العميل. فهذا هو اللي أخر للأسف ظهور قطاع التأمين. زي ما تفضلت يعني الحمد لله الدولة مرت من مراحل بنية تحتية ومطارات وكذا، هذه للأسف كلها كانت الأقساط التأمين يعني يا خارج البلد، لأنه يمكن هنا الموجودين يأخذ 1% 2%، باقي كل الأقساط. طيب من المسؤول أستاذ عدنان عن القصور الوعي في قطاع التأمين؟ يعني الشركات حتى اليوم، خلي أنا ما أبغى أتكلم عن 30 سنة ماضية، حتى اليوم لو نجيب، يعني أنا ما عندي إحصائية لكن أقدر، يعني لو نجيب 10 شركات، من أمن على المخازن؟ من أمن على الأصول؟ من أمن؟ يمكن النصف لم يؤمن. صحيح كلامك. المشكلة وين الفجوة في مسألة أنه التأمين مش ماخذين وإحنا كمنهج في حياة؟ صحيح. قد يكون أول زي ما تفضلت أنه موضوع الحرمانية، ثانيا الوعي التأمين للأسف هنا مقارنة مع الغرب ومع الناس اللي الدول المتطورة 200 سنة و300 سنة، التأمين لسه يعتبر
في بداياته يعني لسه على الوعي. الآن بدأت الناس تستوعب لما تفتح معها موضوع التأمين تأخذ وتعطي معك. حتى زمان كانت تقول له تأمين الحياة يقول لك حرام، وهذا تأمين الحياة لا يمنع الوفاة، يعني الوفاة جاية سواء عندك تأمين، لكن هذا موضوع ادخاري يعني. فالآن بدأت الناس تستوعب وتقدر حجم التأمين، وبعد ما شاف انه المصداقية، لأنه أول زمان كان للأسف العميل يشك في شركة التأمين، شركة التأمين تشك في العميل، فكان المصداقية شوية مهزوزة، فما كان الناس. الآن لا، مع وجود مؤسسة النقد وجهة رقابية وهذا، فبدت الناس يعني تلجأ للتأمين. وأعتقد أنه كل ما لا حسب الإحصائيات أقساط التأمين. خلنا نفهم معنى التأمين على الحياة وش هو. يعني دائما إحنا التأمين على الحياة، يعني دائما اللي نفهمه أنه إذا مات هذا الإنسان سيأخذ أهله تعويض. هو كذا، هو كذا، بس هو مو شرط انه بالضروره انه يتوفى. في ممكن تربطه بنظام التامين الادخاري. كيف يعني؟ مثلا انا او الشباب اللي هم في مقتبل العمر يقدر يسوي بوليصه لمده 20 سنه، يدفع مثلا قسط 1000 ريال او 700 ريال بعد ما سنوي لين ما يوصل مثلا، يربطها بمدة معينة. أنا بعد 20 سنة أو بعد 15 سنة أبغى يكون لي مبلغ أحتاجه سواء للتعليم، للزواج، لأبنائي. يعني كانوا يستثمروها؟ ادخاري يسموه، ادخاري. وهذا أنا أعتقد أنه المفروض أنه يعني يكون في، بدأت بعض الشركات تبدأ تسوق له، بس الآن اللي موجود يسموها الجروب لايف اللي هو للشركات، وبدأت الشركات تستوعب هذا النوع من التأمين وبدت مطلوب في السوق. يعني لو تسأل شركات التأمين، نعم هذا النوع من التأمين بدأ عليه طلب أكثر من السابق. بدأ مع الوعي وأنه ما هو مرتبط. يعني طبعا الجروب لايف بالنسبة للشركات، نعم في حالة وفاة الموظف بيرجع لمبلغ معين لورثته 500,000. في بعض الشركات بتضربها ب 36 راتب، أو بعض الشركات بتحدد يعني A B C زي التأمين الطبي، وتقول مثلا لو توفى موظف عندي من الكلاس A أبغى له لورثته 1,000,000، أو كلاس B 700,000، كلاس C 300,000. إيش مشكلة شركات التأمين الآن أستاذ عدنان؟ يعني ملاحظين إحنا كل الشركات تعاني الآن. الخلل وين؟ السوق كبير، السيولة موجودة، العملاء موجودين، يعني السوق لسه ما تشبع. صحيح. وهم بيخسروا. المشكلة وين أنت؟ المشكلة إحنا طبعا ما نحدد شركة، إحنا نتكلم عن قطاع بصورة عامة، وين المشكلة؟ المشكلة طبعا تأسيس هذه الشركات، يعني تنظمت بطريقة فنية، بطريقة منظمة. التأسيس طبعا يأخذ جزء كثير من رأس المال، بالإضافة إلى كانت الحرب الأسعار، كان قبل سنتين تقريبا في حرب أسعار. للدرجة هذه تأثر؟ نعم كان. أنا من خلال خبرتي يعني تروح للشركة دي، كم الشركة اللي قبلها ما عطيت لك 2%، طبعا أعطيك 1.75 زي كده. في الطب نفس الحكاية، كم الكلاس سي أنا أنزل فيه. خلال السنة مستند عينت شيء اسمه خبير اكتواري، إنه أي شركة تأمين ما تدي أقساط تأمين إلا بعد الخبير الاكتواري يدرس كم إجمالي الأقساط وكم الخسائر، ويقول لك مثلا افريج ريت لكلاس سي مثلا ما يقل عن، بالنسبه للتامين الطبي، لان هو مؤسسه النقد حددت قطاعين من اللازم الاكتواري حدده، اللي هو تامين السيارات والتامين الطبي. فمثلا تامين السيارات لا يقل مثلا التامين عن 3.5-4% حسب الشركه وايش حققت من ارباح وخسائر. وبالنسبه للتامين الطبي نفس الحكايه، طبقت نفس الاليه، تدرس مثلا كلاس سي ما يقل عن 1000 ريال، كلاس بي ما يقل عن 1500. وانت الان من 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 شهر ابريل السنه الحاليه وضعت مؤسسه النقد تكتيك اخر، اللي هو لازم تاخذ الشركه. يعني انا مؤمن مثلا عند اي من الشركات وبدي انقل او رفعت عليه الشركه دي، زمان كنت لما اروح للشركه الثانيه واطلب اسعار من السوق ما يطلبون ايش اللوس ريشيو حقتي او ايش معدل الخسائر، هل انا مربح ولا مخسر. فالشركات الاخرى بتعطيني على اساس اني انا مربح، وانا في الحقيقه انا كنت مخسر. فالان طلبت مؤسسه النقد ما تتم جلب عروض اسعار الا يسالوك فين انت مامن، مامن مع الشركه الفلانيه، طب جيب لنا اللوس ريشيو حقتك او معدل الخسائر مع الشركه حقتك، وبالتالي اعطيها للشركات اللي ابغى منها عروض اسعار، وعلى هذا الاساس بيعطوني السعر. فالآن الأسعار هتلاحظها، تأمين السيارات والتأمين الطبي ارتفع بس فيها تقارب صح؟
بعد اللوس ريشيو طبعا بعد معدل الخسائر اكيد في تقارب في الاسعار، لانه خلاص صارت الاسعار حقتك انت عارف مثلا تدفع مليون بتجيب لي خسائر مليون و200، انا الافريج ريت لازم اطلبك مليون و300 يعني كذا بيحسبها. بس اهم شيء ايوه. طيب ايش رايك في شركات التامين المتخصصه؟ يعني تلقى شركه تامين متخصصه في التامين على الطبي، شركه تامين خاصه والله بالشركات وفي قطاع معين مثل البتروكيماويات. التخصص في شركات التامين هل يعني تشوف انه هذا توجه ايجابي؟ والله هو ايجابي وسلبي في نفس الوقت. طبعا هما الموجودين في السوق يمكن شركتين تامين طبي فقط، اما الباقي بيشتغل كله طبي وسيارات متقلف وتعاون وبوبا. لا بوبا وشركه اسمها عنايه هذه بس اللي هي تامين طبي، الباقي متقلف والتعاونيه ودول كلهم بيشتغلوا جميع انواع التامينات الطبي، سيارات، ممتلكات، خيانه اماله، نقل اموال، أبيشن، طيران، كل هذا. فاللي في الطبي ميزتها إن تكون متخصصة في كل فهمهم وكل تركيزهم على التأمين الطبي من السيرفيس من الأبروفل من وإلى، وتقدر تديك أفضل سيرفيس. ولكن مشكلتها هذه لو خسرت هذه الشركة في التأمين الطبي ما في أي سند آخر بقطاعات أخرى زي السيارات، زي البواخر، الأبيشن، الطيران كده. هذه المشكلة. الشركات الثانية قد يكون عندها جميع أنواع التأمينات لكن ما هي مركزة في القطاع المهم اللي هو زي الطبي، واللي هو دحين يمكن حديث المجتمع واللي عليه الطلب والدولة فرضته على كل الشركات. ليش أستاذ عدنان نلاحظ إحنا الآن في شركات التأمين يعني في تباين بين الأسعار؟ يعني ما هو طبعا مو مفروض يكون سوا، لكن في تباين ملموس، تباين كبير. ليه التباين؟ زي ما تفضلت يعني يمكن قبل الشهرين هذه كان الآن مع تدخل مؤسسة النقد ووضعت اللوس ريشو أو معدل الخسائر شوية في انضباط، ما عدا الشركات اللي هي محققة أرباح مثلا في قطاع السيارات تحصل شركة X أو Y محقق ربح تقدر تنافس، لأنه في أفريج ريت مؤسسة النقد أو الخبير الاكتواري قال لهم ما يقل عن السعر ده بالنسبة لتصليح السيارات 3.5 أو 4% إذا إصلاح ورش، أو 5% إذا كان إصلاح لدى الوكالة أو لدى الوكيل. فتقريبا حتحصل هذه التفاوت اللي كان سابقا الآن بدأ يعني انضبط نوعا ما. اللي ينظم القطاع هي مؤسسة النقد نعم، صح؟ نعم مؤسسة النقد. والعملاء اللي إذا صار مشكلتهم يرجعون نفس الشيء مؤسسة النقد؟ إيه طبعا يعتمد مؤسسة النقد في التأمين مع كل شيء ما عدا التأمين الطبي. الطبي في مجلس الضمان الصحي، إذا واحد عنده مشكلة يقدر يرفع لهم شكوى وفعلا جماعة متفاعلين وبيردوا وبيتجاوبوا. وأنا عندي حالات لبعض العملاء الحمد لله دخلت مجلس الضمان وأنصفنا وفرض على الشركة اللي احنا مأمنين عندها إنه يدفعوا الكليم كان السيارات بين زي ما يقولوا في الحتة الجري اللي هي أبيض. الكليم الآن أو المطالبات الآن في شركات التأمين حتى الزمن يختلف بينها، فهل العملاء يعني المؤمن عليهم يمارسون تلاعب، يمارسون عمليات إخلال، خلنا أقول أحسن العبارة شوي، إخلال في التأمين اللي هو يحصل عليه؟ أعطى زوجة أخوه، أعطى مدي عمته، أعطى والتأمين هو للزوجة، انتهت القصص هذه ولا موجودة؟ والله ستيل موجودة. ليش؟ طبعا واحدة من الشركات حطت نظام البصمة انك اول ما تروح المستشفى تحط يدك البصمة، بس هذا ستيل او ما زال انه انا اجي عند موظف الاستقبال انا فلان فلاني وحطيته بصمة، بس ممكن ادي كرتي وقت عند الدكتور واخلي اخويا، لانه الدكتور ما عنده الوقت لا يقول لك بصمة ولا يشوف الصورة انك يتأكد انه صاحب البطاقة هو اللي بيتعالج. فستيل التحايل. انا وصلنا الى درجه عندي واحده من الحالات خلاص الرجل السواره هذه اللي حطوها انه خلاص نازل عمليات فكح واعطاها لابوه. تصور هذه الدرجه؟ اي والله لهذه الدرجه يعني خلاص وسوى التحاليل وكل شيء وقت العمليه فك الاسوره هذه وخلى ابوه انكفش الموضوع لهذه الدرجة يعني. وغير اللي ندخل أبوه على إنه هو برضه كفشته بواحد المستشفيات، قالوا لي يا عمي أو شركة التأمين كنت أشتغل فيها قال لي تروح المستشفى تأكد من السن قد يكون المستشفى لخبطة، تروح تحصلت رجل كبير غير الشخص اللي هو مثلا 45 موجود 65 سنة. ففي حالات تلاعب ما زالت موجودة ما لم يتأمن على الكل. ويمكن خلاص مؤسسة النقد أو
مجلس الضمان خلال الأسبوعين اللي فاتت أجبرت العوائل كلهم يتأمن. أول كان الإقامة، هذا قرار جديد، هذا قرار جديد، هو موجود من زمان بس ما كان طريقة تفعيله شوية صعبة. ليش؟ لأنه أول كان التأمين بيتم هيتفعل من شهر خلاص أتفعل من الأسبوعين اللي فاتت، هذه صار إجباري. إجباري يعني أي عامل في منشأة أجنبية، طبعا عامل أجنبي، عامل أجنبي في شركة موجودة هنا يلزم أنه يؤمن على عائلته. في إشكالية ما بين رب العمل وما بين العامل. العامل قد يكون هو كلاس سي، أنا أوكي موقع معك عقد أن أنا علاجك أنت، جاء الموظف هذا طلب من الشركة يعطوه خطاب عدم ممانع أن يجيب عائلته. الآن الشركات في حيرة من أمرها، لو حملته وراح اشتكى مجلس الضمان يجبرهم أنهم لازم يأمنوا، فبيوجدوا له آلية. بعض العملاء سألوني إذا ممكن يخلوا الكلاس الفئة العوائل في فئة مثلا D أو C أو R، ويخلوا الموظف في الفئة اللي هو فيها مثلا A أو B، ولسه شركات التأمين لم توافق. لازم يكون الموظف وعائلته وأفراد أسرته في نفس الكاتيجوري حقه، إذا هو A لازم عائلته معه في كلاس A. بدأ ينطبق وبدأت تحصل ما يجددوا له الإقامة للزوجة أو هذه اللي يكون عندها تأمين مربوطة بالتأمين. بس ما تلاحظ دكتور أستاذ عدنان الآن أنه التأمين الأجنبي أصبح إلزامي لعائلته والمواطن لم يؤمن عليها الشيء، هل هذا يعني أنه هناك عدم قدرة مستشفيات أن تستوعب كل هذا العدد ومسألة تدريجية؟ لا عفوا، أنا بس بسؤال يعني أنا أقدر أجاوبك عليه، هل تقصد السعوديين اللي في الشركات الخاصة أو السعوديين اللي هم في الشركة في الدولة اللي هم زي قطاع التعليم؟ لا، موظفي الدولة. موظفي الدولة حسب علمي أنه الدولة بتنظر أنه ممكن يصير تأمين عليهم، والمقطعات المستشفيات الحكومية تدار من قبل القطاع الخاص، بس لسه الآن يمكن تحت الدراسة. والآن البوليصة حقت مجلس الضمان من 1/7 السنة هذه حيبدأ زيادة البنفيت فيها، نص مليون، التوحد، الزهايمر، حاجات كثيرة أضافتها مجلس الضمان على الوثيقة الحالية. حيزيد اللعب أكثر هذا، صح؟ طبعا حسب المعلومات اللي موجودة في السوق تقريبا حيزيد السعر ما بين 10 إلى 12 إلى 15%، طبعا زيادة في السعر. توقف مع فاصل أول ونعود. مشاهدي الكرام، نستكمل حوارنا مع الأستاذ عدنان جميل خوجة، وهو مستشار ومتخصص في قطاع التأمين وعضو سابق في لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة. شركات التأمين الآن أستاذ عدنان لاحظ أنه خسائرها كثيرة، وفي نفس الوقت عندها سيولة إلى حد ما نقول حسب الشركات وحسب رأس المال وحسب عندها سيولة، فهي شركات أموال بالأساس. طيب السيولة هذه اللي موجودة في شركات التأمين، هل ترى أنها هي عبء عليها إذا لم تستثمر بالطريقة الصحيحة وبالتالي تجيب لها عائد؟ لأنه لا يمكن تحتفظ فيها، الاحتفاظ فيها هذا مكلف لها، بالتالي سيحملها أعباء مستقبلية أكثر. السؤال هنا، ما هي أوجه الاستثمار في شركات التأمين من خلال السيولة اللي تأتيها من يعني طبعاً من خلال يعني طبعاً أقساط التأمين اللي تدفع؟ حسب علمي إنه أظن مؤسسة النقد فارضة على الشركات هذا إنه ما تقدر تستثمر أكثر أظن من 5 إلى 10% من الأموال المتداولة. ليش؟ لأنه يقول لك إذا حصل مطالبة أو كليم السيولة المفروض تكون متواجدة عند شركة سيد ما عنده ها؟ بعد ما عنده بعدين يفلس. أيه، فعشان كده للأسف ما هم يعطيت لهم فرصة، فسير عبء السيولة صح؟ أيه طبعا، ما تقدر تستثمر، جالسة عندها زي ما يقولوا ستاند باي، أحس أنه لا سمح الله لو في كليمات كبيرة يكون عندها. طيب ذكرت مئات الملايين، إيش يسووا؟ مبالغ كبيرة. وعادة الله يجزاه خير غالبيتها ترى إعادة تأمين، يعني يمكن تحصل الشركات المحلية محتفظة 2-3-5% من قيمة الأقساط، والباقي كله إعادة تأمين خارج المملكة، ما هي كلها تحتفظ بالأموال هذه. ليش هنا قلة في الاكتواريين في المملكة؟ يعني أنا اللي أعرف يقولون في 2 أو 3 بس. والله زي ما تفضلت انه لسه سوق جديد، فالاكتواريين مقدر الخسائر هذول لسه للاسف ما في العدد الكافي اللي هو ممكن. كيف نوجدهم؟ نخليهم موجودين في السوق بعدد خلينا نقول معقول مقبول؟ والله حتى يعني لسه
ما هو بالعدد الكافي. طيب كيف يصير قطاع ناضج وقطاع جيد وقطاع يعتمد عليه وقطاع يوثق فيه من ناحية العمل، من ناحية الأداء، من ناحية التشغيل قطاع التأمين؟ كيف إذا لم يوجد فيه الكفاءات الكافية؟ يعني يبغى لها صبر، لأنه حاليا حتى يعني يمكن في قلة في السعوديين اللي هم في قطاع التأمين نفسه غير الاكتواري، يمكن هذا شيء شوية تخصص يعني شركات معينة معقد. أي لكن السوق لسه يحتاج إلى تدريب، إلى سعوديين أكفاء يديروا هذا القطاع، قطاع قوي وناطج وله مستقبل في البلد إن شاء الله. يعني هل عندنا شركات أقدر أقول احترافية؟ لأنه في بعض شركات التأمين يعني تأخذ قسط التأمين تروح تعيد التأمين مع شركة ثانية، يعني كان صايرة مجرد وسيط يعني، فهي ما سوت شيء يعني، أنه هي عندها قطاع كبير صناعي يعني أشبه يكون صناعي. أتمنى هناك يعني صناعة هذه الخدمة تحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى الدراية والمعرفة. صحيح صحيح صحيح, إيه؟ كلامك صحيح. للأسف لسه يعني يمكن شركة أو شركتين أو خمس شركات اللي نعتبرها إن هي مثلا تأمين السيارات بتحتفظ بكامل الأقساط، التأمين الطبي تحتفظ بكامل الأقساط ما بتعيد تأمين وخارج، لكن في القطاعات اللي هي الخطورة عالية ولو حصل لا سمح الله ممكن شركات التأمين بتفلس، فحتضطر إنها تعيد الأقساط اللي أخذتها من العملاء إلى شركات إعادة التأمين سواء في اللويدز في لندن أو في ميونخرية أو سويسرية. إيش رأيك في التوجه الآن اللي يقول زيادة سنة التقاعد إلى 62 سنة؟ هل تعتقد أنه هذا يعني كتأمين يؤثر على قطاع التأمين من خلال أنه حيكون زيادة في سن العاملين وبالتالي حيزيد من الأقساط فترة طويلة؟ هل تشوفوا هذا له علاقة مع التأمين ولا؟ والله كان مسألة النقد وضعته لـ60 والآن زادت السن إلى 65 سنة، فأول كان فعلا كلام صحيح. ترى هم يقولوا بالهجري إذا حسبناها يصير ناقص سنتين، لو حسبناها بالميلادي الـ60 يصير صحيح. لا هم دحين ماشيين إذا حسبتها بالهجري يصير ناقص سنتين، فكانوا يتقاعدوا عمره 58. لا بس احنا ما استنى يعني التأمين الطبي ماشي بالميلادي، فما أعرف بالهجري عاد سيادة، لكن أنا التأمين الطبي بالنسبة لي حسب العمر بس بالميلادي. طيب ليش شركات التأمين تتجنب أو تبتعد أو تهرب من التأمين من الأمراض الصعبة أو خلينا نقول ما بقول أمراض العضال باعتبار أنها تعتبر يعني، لكن مريض السكر، الضغط، الأمراض الطويلة المزمنة اللي تحتاج إلى زمن طويل؟ هذا الله يسلمك كان زمان يعني ما عندنا منتج وبرودكت في شركات التأمين أنه يعرف المجتمع إيش مكونه ويضع ما يناسبه. لا عفوا هذا قبل مجلس الضمان وتحط يدها على جوال التأمين الطبي بالذات فعلا كان يحطوا يا يعني انه ما يغطي لك الحالات المزمنه والسابقه للتأمين البري اكزيستنج والكرونيك ديزيز، او تحط لها سب ليميت مثلا تقول لك اذا الليميت 100,000 انا عالج موظفك في حدود 50,000 او 30,000 كتأمين للحالات هذه. الان مع الوثيقه اللي فرضتها مجلس الضمان بيغطي لك الكرونيك والبري اكزيستنج ديزيز up to the maximum limit اللي هو 250,000 ريال. أي أحد يجي عنده سكر، ضغط، لا سمح الله كانسر إلى حدود 250,000 ريال بتغطي في السنة هي. ما عدا الموظفين الجدد يعني أو اللي يضافوا، في للأسف بعض الشركات بتضيف الموظف بعد وتضيف التابع بعد سريان الوثيقة ب4-5 شهور. فهذا بتدي يعني حذر للشركة، إيش معنى الموظف ضاف زوجته أو طفله في هذا الوقت؟ فيطلبوا شيء يسموه هيلس كوشنير أو تقرير إفصاح عن حالة، تقرير طبي يكتب إنه هل زوجته حاملة، لأنه في بعضهم بعد ما يعرف إن زوجته حامل يجي يأمنها. صح. فطبعا شركات التأمين ما تقبل زي يعني فارق الشبه لا مؤاخذة اللي هو سيارته مصدومة يروح أمنها لشركة التأمين، طبعا ما حد يقبل سيارته مصدومة، فزي نفس الحالة يحس إنه في مشروع أو في حمل فيجي يدفع مثلا 1000 ريال ولا 2000 ريال في مقابل ياخذ مثلا 15,000 اذا ولاده طبيعيه او ماكسيمم ليميت 250,000. هل تشوف معدل الانفاق يعني للمواطن او الفرد الواحد، ما انا ما ابغى اذكر ارقام قد تكون غير موجوده، اللي هي عمليه المقارنه كومبير مع في اوروبا ولا في دول صناعيه، في فرق كبير قاعد، ايش يعكس هذا؟ يعكس للاسف انه للساعه التامين
سوق ناضج عندنا في السعودية، والوعي التأميني للأسف يعني لسه الناس ما الآن بدأت تستوعب تأمين السيارات، تأمين ضد الغير، للأسف المنازل كثير هذا غير متواجد عندنا التأمين. والله ما شاء الله شفت أحد يأمن على بيته. تأمين المنازل هذا للأسف غير متواجد، زي ما تفضلت تأمين اللايف أو تأمين الحياة للأفراد. بس أستاذ عدنان، لو كل واحد أمن على سيارته وأمن على بيته وأمن على ادخار الحياة وأمن على يمكن سيارة السواق خلصاته. طبعا لازم يعني مو أنتوا تبغوها كلها صعبة، لازم يصير واحد اثنين بس. خصوصا مع الزيادات اللي حاصلة الآن في تأمين السيارات، خصوصا في الأفراد كمان، ترى مو بس السيارات للقطاعات للشركات، لا حتى الأفراد. يمكن أول كنت تحصل 2.5 1.5، الآن ما تحصل هذه الأسعار، 3.5 و4 و5 للأفراد. انتهت هذه. أي حتى كمان في مشروع انه يتداول اللوس ريشو ما بين الافراد، يعني مثلا مأمن عند اي كمباني من الشركه رفع علي السعر، ممكن انا اسيبهم واروح. الان لسه عمليه الكنترول بس للشركات، لكن الافراد اظن لسه. طيب استاذ عدنان، الان انا مثلا عندي تامين بامن لشركتي، عندي موظفين وعندي تمام في 20 شركه، تمام، كيف اعرف جيد وغير جيد؟ طبعا من خلال الخبره اللي احنا عندنا بنصنفها اي كلاس وبي كلاس وسي كلاس على حسب المصداقيه، راس المال، مين هم معيد التامين. فعندنا اليه نقدر نحن كخبراء في التامين نقدر اقول لك والله هذه اي كمباني اسعارها معقوله وحتى الزياده فيها، لانه في النهايه انت وقت الكليم او وقت الحادث لا قدر الله تبغى احد انه طوال يا عمي باك تو ذا نورمال او يعيدك للوضع اللي انت كنت فيه قبل التامين. لكن شركات او لسه تبغى مطالبه مثلا ب 10 مليون باك، وزي المقاولين في مستصنف. اي صحيح، اي تامين ما في تصنيف، انا ما اعرف الشركه هذه اي ولا بي ولا بلس. يسموه ستاندرد اند بوز، هذا تصنيف عالمي في لندن قطاع بس. ايوه القطاع التامين زي انا البنوك. اقصد الشركات اللي موجوده بالسوق الان، انا مثلا مقاول اعرف ان الله هذا مقاول A مقاول B مقاول. لا عفوا، حتى شركات التامين ترى فيها مو عندنا كل... لا مو هنا، خارج المملكه. لا انا احكي عن هنا. لا هنا بال يعني ممكن هو يسال ايش انت الستاندرد اند بوز، ايش تقييمك في خارج المملكه على هذا الاساس، هل هو ترابل A دبل B B بلس B ماينس، يقدر يعرف من الريتنج هذا يعرف قوة الشركة هذه. مو كل احد يعرف. لا هذا ما مو كل احد يعرف، لكن من خلال الخبرة من الدراسة طبعا في 5-6 شركات تعتبر اللي هي التوب، وبعدين يجي بعدها. انت تأيد ان الواحد يختار شركة بناء على ايش؟ على سمعة، على اسم، على خبرة، على نصيحة، على ايش؟ والله على مصداقيتها طبعا، وطبعا المصداقية كلهم حيدفعوا لانه وسط النقد وراهم، لكن قد تتاخر في 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 في, في التعويض، قد توجد اي مخرج او تستسمك باي بند او شرط، او تتهرب من الدفع او تتاخر في الدفع. فالمصداقية في الدفع من خلال سمعتها في السوق، راس مالها، قوتها، هذه الامور اللي الواحد ينظر لها في حاله انه رغبه في. هل توجد عندنا شركات تامين بروفيشنال متخصصه وتملك اكتواريين، تملك كل شيء ولا تحتاج الى اعاده تامين؟ لا للاسف، اعاده التامين متطلب يعني مهما موجود. كان اسم الشركه موجود مهما كان ما تقدر، انه تخيل زي ارامكو، زي قطاعات الكهرباء، المصافي، هذه اكبر شركه هنا يمكن مليار او 800 مليون راس مالها، اقل مصفاة او قطاع من القطاعات حقت الدوله او الطيران او القطارات الان جايه في الطريق، الشركات المحليه الوحده ما تقدر تحمي. طيب هل تشوف انه شركات التامين تهرب الى سوق المال، تبغى تدخل عشان يحصل لها حمايه؟ عفوا ما يعني شركات تامين موجوده برا السوق، برا سوق الاسهم، تحاول تدخل السوق علشان تعظم قيمتها وتستمر، وان خسرت رجعت سوت عمليه حقوق اولويه وكتاب من جديد. بس هو اجباري انه لازم تنزل اسهمها في سوق المال. يعني انا اعرف انه في شركات برا يعني اللي ما دخل لسه، ما في، كلهم دخلوا 33 كلهم، ما في شيء يعني برا. لا 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 كلهم لازم تنزل 60% من راس مالها حتى تطرح للببليك. ايه حتى تطرح. ايه طيب كلهم يعني كلهم في سوق المال، ما في شيء خارج سوق المال، ما حد يقدر يشتغل خارج سوق المال.
طيب الآن لاحظ أنه يعني على قولتك الشحن المارين برا. أيوة. التأمين البحري. التأمين البحري CIF. أيوة. يعتبر يعني مشحوم هناك مدفوع القيمة واصل إلى مستودعك حتى. صحيح. لا هو عفوا الى المينا فقط الى ظهر السفينه، بعد كده انت تسوي انلاند ترانزيت. هذا السي اي في للمينا صح؟ لفوا بي من المينا الطرف الاخر اللي هو البائع او المستفيد. والتامين يكون عليك برضه. اي. هذه مبالغ ضخمه. صحيح. يعني انا ما اعرف كم مليون حاويه تروح وتجي في المملكه. صحيح. لكن اعرف انه الاستيراد يقارب التريليون تقريبا. صحيح. وبالتالي كله تاتي بكونتينرات وشحن. صحيح. مبالغ ضخمه. هل طرح موضوع انه يلزم كل تاجر وشركات التامين انه اذا اراد ان يختار شركات تامين يختار شركات موجوده هنا في السوق السعودي؟ والله طرقت نقطه للاسف جدا مهمه، ولكن للاسف يمكن مؤسسه النقد حاليا حتحط يدها على هذا القطاع من التامين، لان التامين فعلا واعد واقساط تامين كثيره بتامن خارج المملكه، بالعكس المفروض انه يستفيد منها. وزي ما تفضلت في حاله الكليم او حاله الحادث او التعويض صعوبة، ما انت الشركة ما هي متواجدة هنا، متواجدة مثلا في خارج المملكة في اوروبا او في الصين او هنا. وجود شركة محلية هنا تقدر، والواحد مع وجود الشركات يمكن بيعاني شوية انه بيحصل التعويض، فما بالك انه شركة موجودة خارج المملكة. فأتمنى من مؤسسة النقد انه تنظر لهذا النوع من القطاع، انه قطاع واعد، وانا اعرف شركات كثيرة للأسف تأمينها البضاعة شامل في السعر. يدخل معها في السعر، يعني هو بيدفع في النهايه، بيدفعه التاجر هنا، بيقول لك عملها خليه يجي شامل التامين، يعني تجي عشان يخلص. ما هو ارخص، لا بالعكس، لو لا اقول يخلص عشان يخلص. لكن لو هو سواه هنا اولا بياخذ اسعار افضل، وثانيا في حاله لا قدر الله وجود حادث بيحصل انه في شركه موجوده تحت مراقبه مؤسسه النقد وتعطي له التعويض حقه. اتمنى ان ينظر لها مؤسسه النقد للتامين البحري بالذات. التامين الان في الاسره اذا جينا نفصلها، هل الاب امن على اطفاله تامين السيفنج ولا غيره؟ البيت، السياره الى اخره، يمكن نجد نصل الى 90% انه كل شيء لم يؤمن عليه تقريبا. هل تكفي ذريعه انه انا دخلي ما يكفي؟ يعني ما عندي دخل اقدر اغطي كل المصاريف هذه، فهل اختار واحد اثنين؟ انت ايش اقتراحك؟ والله طبعا يحط في اولوياته، كلامك صحيح، يعني في الاولويات انا اعتقد اي شخص هنا لازم التامين السيارات. طبعا نوع تامين السيارات ذو شقين، تامين ضد الغير اللي هو بيحمي مسؤوليتك تجاه الغير، لا سمح الله وانت الواحد ماشي بسيارته وطلع له شخص او سياره او ممتلكات، فحدود 10 مليون، هذه وثيقة التامين اللي هي اجباري من الدوله. بس للاسف اجباري من الدوله وقت ما انت تطلع السياره او تجدد استماره، بعد كده في سنتين انت ماشي بدون تامين. فاتمنى ان ينظروا لها مستنق بانه يرتبط التامين، هل تجدد الاستماره كل سنه على اساس لا يكون في قابل، لانه في ناس للاسف بيامن وقت التامين وقت التجديد او يطلع سيارته، بعد كده ممكن ما يامنها، هذا التامين ضد الغير. هو حماس البدايه يمكن. ها؟ حماس البدايه بس. ايوه. يعني يكون متحفز انه يامن والى اخره. لا من عشان يخلص بس ويطلع سيارته، بعد كده ما يهتم، لكن لو حس بقيمه التامين انا اعتقد اي واحد يعني ما يمشي بدون تامين. والتامين الشامل طبعا هذا اختياري. من ضمن الكوارث الطبيعيه اللي هي الفيضانات والأبطال. يغطوها هذه كمان؟ هذه تغطى بقسط إضافي، يعني تغطى يعني، بس لازم يتنبهنا العميل، لأنه بعض الشركات العملاء قد لا يتنبه لها، ما تعطي له شركة التأمين، وفاجأ أنه حصل له حادث، وبعد كده يحصل أنه هو غير، بالرغم أنه عنده تأمين شامل، بس لا يعني التأمين شامل ما لم ينظر إلى هذه النقطة بالذات، أنه يكون الكوارث الطبيعية مغطاة تحت هذه الوثيقة. حتى هذه؟ حتى هذه. هذه يعني لا يفكر الشامل انه مأمن بما فيها الكوارث، لانه الحين حتى بالسفر يأمنوا، يعني ما تطلع تذكره سفر والى اخره الا بتأمين طبي على الاقل. طبعا الشنغل، الدول الشنغل وبريطانيا بالذات بيطلبوا التأمين الطبي خارج المملكه، ومتوفر هو عاده بينعطى فري اذا واحد عنده تأمين طبي، يروح للشركه اللي هو مأمن عندنا ويقول انا ببغى سيرتيفيكيت او شهاده ان انا عندي تأمين طبي، بياخذ التامين الطبي خارج المملكه لحالات الطوارئ فقط. هذه كافيه، ما عدا ذلك لازم يامن في شركات ترافل انشورنس يسموه. بتوقف مع فاصل ونكمل. فاصل ونعود.
مشاهدي الكرام مرحبا بكم، استكمل حواري مع الاستاذ عدنان بن جميل خوجه وهو مستشار تأميني وايضا عضو سابق في لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة. طيب استاذ عدنان، الان شركات التأمين هل تؤيد مسألة انه يكون بين اندماجات، يكون تحالفات، يكون بدل هذا التشتت 35 او 33 شركة وبالتالي يكون شركات اقوى والى اخره، وش دلالات قوة شركات التأمين؟ والله طبعا زي ما تعرف انه بعض الشركات يمكن اعلن في القنوات الفضائية انه بعضهم 50% تقريبا استهلك من راس المال، وبعضه 90% وتوقف، وبعضه 70%، واعتبارا من 1/7 يعني مسألة النقد حتبدا تسائل هذه الشركات انه لازم يعطونا الدراسه ايش اللي لا، وفي الشاشه حيحطوا علامه اللي خسران 50% اكثر، اي زي الكرت الاصفر وكذا، اي يعطوا اشاره انه هذا خطر. فاعتقد يعني 30 شركه النص كافي لو هو صار اندماجات، بس الاندماجات ليست بسهوله، يعني كل شركه تبغى تحط هي شروطها، تبغى السي اف او من عندها، تبغى المدراء الهدف، خاصه صار شركتين شبه ناجحات مش ما في فواصل كبيره، وبالتالي واحد يحاول يفرض هيمنته يعني. لا اقول الناجح يمكن يستمر بهذا، لكن هو الخسران اللي بده ينضم مع الناجح، فالناجح بده يفرض شروطه والخسران يبغى يحاول. طيب قوه الشركات التامين وين؟ يعني انا اقول هذه شركه التامين قويه، من وين؟ سيولتها، ربحيتها، العائد على السهم؟ ربحيتها طبعا، ربحيتها اللي هو ينعكس برضه ايجابا على العائد على السهم، فالشركات اللي محققه ارباح هذه قوتها في راس مالها، إذا كان رأس مالها مبني على دراسة وليس لتغطية خسائر يبدأ، لأنه بعض الشركات للأسف تخسر بترجع ترفع رأس المال على أساس تستمر في السوق. هل الشركات التأمين عندنا عندها النضج والخبرة أنها تستطيع تبتكر أو تعمل أي منتج تأميني؟ يعني مثلا خلينا نضرب مثال، يعني اللاعبين يلعبون كرة قدم وغيره، تأمن على إصابة، تأمن على ركبة، يأمن على، موجود في أوروبا، موجود فعلا مكان. صحيح، هذا مش موجود عندنا، مش اني اطالب فيه، لكن انا اقصد انه هل شركات التأمين عندها القدرة على توفير منتج يناسب هذا السوق؟ نعم، بعض الشركات المحلية صممت برنامج لحقون الحج والعمرة المعتمرين والحج، سوت لهم بوليصة لا سمح الله، وثيقة تأمين في حالة المرض الامرجنسي طبعا، او الطارئ بيعالجوا لا سمح الله، لو توفى بينقلوا، بيدوا له مثلا مبلغ تعويض 100,000 ريال. في شركات حسب الان بصدد شركات التامين بتسوي بوليصه الله يسلمك للخدم المنازل والسائقين، انه لو جاب الشركه، انت عارف الدوله بتنظم موضوع الاستخدام عن طريق شركات للعماله، فهذول اتصلوا بي وبيسالوا عن اليه انه لو جاء مثلا السائق او الخادمه ورب العمل ما يبغاها، يبغى واحده ثانيه، او حصل عندها مشاكل. بس شو مكلف هذا الشيء؟ مرهق والله طبعا على العدد الكبير. لا ممكن يعني 200-300 ريال لو كل واحد دفع فيه، انا مستعد ادفع 300 ريال في سبيل انه والله لو الخادمه اللي جاتني ما في تأمين 300 ريال. لا انا بقول لك يعني، لكن العدد الكبير ممكن يوفي مع شركات التامين، انه مو يعني من مثلا، هي تعتمد على الاحصائيه والاحتمالات، يعني مثلا من الألف وحده كم وحده رجعت لبلدها او وجدت في عندها مشكله او كان عندها، يعني التامين انت عارف مبني على نظريه الاحتمالات. طيب متى تفلس الشركات التامين وتخرج؟ يعني انا اعرف انه اوكي اذا تاكل راس المال، لكن العنصر الاساسي في الشركات التامين وين؟ هل هو في اكتواريها؟ هل هو في الاداره؟ هل هو في السوق؟ وين؟ في نتائجها، اذا حققت خسائر وما قدرت تستمر وتحسن من نتائجها فطبيعيا انها تخرج من السوق، هتعلن افلاسها ومستنك تقول لها تجمد اعمالها، وهذا حيأثر عليها وتضطر انه تخرج من السوق او تنضم او تبيع محفظتها الى شركه تامين او الى شركه وساطه التامين. يعني المشكله وين؟ انه شركات التامين الان اللي موجوده عندنا في السوق ما تجيب منتجات جديدة، يعني ما تشوف شيء يناسب هذه العادات وتقاليد وإلى آخره. يعني خلينا نضرب مثال بسيط، أنه مثلا يسووا زواجات مثلا في بيوت أفراح أو قصور أفراح وإلى آخره، حتى هذه ما يؤمن عليها، يعني ما تجد فيها تأمين. هذه عادات وتقاليد موجودة في البلد،
عادات الزواج وإلى آخره مكلفة وإلى آخره، يعني مناسبة كذا ممكن يصير في احتراق، ممكن يصير في تلف سيارة، ممكن يصير في أشياء كثيرة، شهر عسل مثلا تأمين مثلا. هنا ما في ابتكار عندنا في شركاتنا، في تقليدية. هو تقليدية بس عفوا إذا يعني الموضوع ذو شقين، يعني إذا صاحب قاعة الأفراح إذا حصل لا قدر الله شيء أو زي المولات أو غيرها، هذه في عندهم تأمين، بس طبعا إلى الآن ما زال اختياري. يعني أنا عندي بعض العملاء مأمنين قصر أفراح مأمنة معايا عنده تأمين عامله. ممتاز. أي في شيء يسموه البزنس ترابشن اللي هو تأمين التوقف عن العمل أو فقد الربح، هذا شيء جديد، منتج جديد، هذا ممتاز. موجود في السوق، يعني زي مول كبير او مستشفى لا قدر الله لو توقفت لمده، انت عارف المولات او يصير في يبغى لها 6 شهور او سنه الى ان تعيد كبنيه تحتيه كمستشفيات جلب المعدات من الخارج تاخذ فتره 6 شهور الى سنه. فهذا النوع من التأمين مغطى تحت وثائق التأمين في وثيقة فقد الربح. هل الشركات عندنا عندها روح ابتكارية في المنتجات موجودة؟ يعتمد طبعا، عشان تقدر الشركات المحلية تعطي لك منتج جديد تحتاج تعرف الداتا، لأنه بدون إحصائيات بدون معرفة ما تقدر تأمن لك هي، يعني لازم تعطيها إحصائية. طيب هل توجد يعني شركات تأمين، يعني شركات تأمين خلنا نقول أصبحت جزء من شركات كبرى، يعني مثل شركة سابك ليش ما تسوي شركة تأمين؟ اتصالات ليش ما تسوي شركة تأمين؟ لأنها تعتبر يعني مثل الشركات الكبرى للضخ ملايين ومبالغ مبلغ وقدره، يعني هل هي تعتبر مجدية أنه شركات الكبرى تؤسس شركات تأمين؟ طبعا، لأنه أقساط تأمين يعني أنا الشركة زي أرامكو أعتقد أنها مسوية زي شركة تأمين أو حاجة، أنه بتغطي أقساط تأمين بمئات الملايين، ففي جدوى كبيرة يعني كذا أفضل، يعني يسموها يعني كابتف بيزنس، يعني انا عندي بيزنس واخليه في محفظتي معايا انا، لانه زي ما تفضلت سابك او الخطوط السعوديه والكهرباء تدفع طيب مئات الملايين. ليش شركات التامين اذا تعاقدت مع شركه وامنت عندهم او امنت على موظفيها والى اخره وخلال السنه اصبحوا مكلفين، يعني يستنزفون كل الارصده غالبا، يعني السنه اللي جاي اللي بعدها ما جيت تجديد يقول لك لا سعرك غير صحيح زايد 10% ولا 20% والى اخره، هل اساسا كانت الدراسه غير دقيقه من نفس شركات التامين؟ طبعا زي ما يمكن طرقنا قبل فتره في انه قبل ما مست النقد من سنه او سنتين وقبل ما تطلب انه لازم الخبير الاكتواري يراجع محفظه الشركه، والان طلبت اللوس ريش او معدل الخسائر، كان فعلا كان يحصل هذا الشيء، وكان للاسف بعض العملاء يستفيدوا من النقطه هذه انه كل سنه يامن مع شركه ولما يخسر يسيبها يروح شركه ثانيه فصار اسمه زي البلاك ليست في السوق. فالان هذا الوضع انتهى خلاص، ما يقدر ينقل شيء، لما ينقل من شركه ثانيه الشركه الثانيه ما بتطلب منه قديش خسائرك، تبغى بزنس جديد وتدي له سعر على اساس بدأ من الصفر. انه مربح، لكن انا الموضوع هذا انتهى وحتحصل الاسعار يعني معقوله وريزنبل، وان شاء الله شركات التامين حتحقق ارباح اعتقد بعد ما مستنق طلبت منه. شركات التامين ما يعني ما اشوف واحده شركه التامين استثمرت، يعني بنت برج أو أجرته، اشترت حصص في أسهم في شركات إلى آخره، يعني ما عندهم، معنا شركات أموال، شركات استثمارية تقريبا، لكن ما تستفيد من هذه السيولة في مشروعات حقيقية موجودة إلا أما أسهم برا ولا هنا ونطاق محدود أو ودائع. صحيح كلامك، يمكن التعاونية واحدة من الشركات الوحيدة اللي سوت برج، يمكن في الرياض في طريق الملك الوحيدة اللي عندها برج كبير ويمتلكه، هذا ايام قبل ما مست النقد تحط يدها على تنظيم شركات التامين، لكن الان لا، يعني زي ما يمكن شرحت لك انه 10% اعتقد انه تقدر تستثمر، وطبعا 10% صعب، انه ما هو ذاك الحجم هذا، لانه فارضه على شركات التامين يكون لازم عندهم السيوله في حاله حدوث لا سمح الله مطالبه كبيره يكون عندهم السيوله ان هم يعوضوا العملاء حقهم، عشان طيب. كذا يمكن هل تعتبر الان شركات التامين وصلت مرحله النضج، انه عندنا قطاع ناضج جيد قوي يعتمد عليه، انه شركات في اي شركات عالميه
لا اعتقد لسه باقي له يمكن 5 إلى 10 سنوات حتى لسه مرحله زي ما ايش المعايير اللي تخليها لسه تحقيق الأرباح، لأن كل الشركات يمكن تأسست من 5 و6 و7 سنوات لسه جديدة في السوق، يا دوب أنت هي بتغطي، حتى في شركات ل4 سنوات دوب اللي بدأت تحقق، يا دوب يمكن بريك إيفن. فيبغى لها وقت حتى تبدأ تنتج ويكون عندها الخبرة، عندها البريميوم العالي، تقدر تنافس في السوق. أعتقد يبغى لها من 5 إلى 10 سنوات حتى توضح إن شاء الله. ما تشوفها كثير أنت؟ لا اعتقد كافي يعني، مع الاحوال اللي حاصله والشركات والنتائج حقتهم، اعتقد ستيل يحتاجوا الى 5 إلى ماكسيموم 10 سنوات لين تكون قطاع التامين الان. يعني اذا نظرنا له نظره سريعه نجد ان اسعار الاسهم اللي فيه تفوق شركات ما شاء الله يعني عريقه في السوق، يمكن تفوق بعضها سابق وتفوق بعض بنك الراجحي او غيره، لكن هل تعتقد انه هذا القطاع اصبح يعني لا يستحق أن يدرج في السوق لأنه لم يضف شيء؟ يعني مضاربة، لا يجتذب المستثمرين الحقيقيين إلا يمكن شركتين من الشركات بس، والباقي يعني غير مؤثرة كقيمة وتأثير في سوق التأمين. أنا ما أبغى أدخل في تفصيل يعني أسعار وما أسعار، لكن كتأثير في قطاع التأمين غير موجود، لم هو يساهم إلى الآن في اكتتابات او استمارات او صار عنده دخل، الى الان عايم ضايع شركات تامين يعني. وطبعا يمكن تعرف انه يمكن 7 و8 و10 فقدوا يمكن 50% من راس مالهم، والبعض 90%، فيحتاجوا بعض الوقت حتى يبداوا يكون تشوف لهم حلول انت ولا تعتقد؟ والله حلولهم ولا حلولهم بس رفع راس المال؟ رفع المال ما هو حل، هذا بس حل زي بنج او موضع كذا بس. مو حل، ما تشوف؟ لا ما اعتقد. ايش الحل تشوف؟ انضمامهم مع شركات اخرى تكون ربحانه، يندمج عشان الدمج بيقلل من المصاريف، يعني يمكن تحصل الحظ ما يلقى الا زي واحد خسران. هذه المشكله، اصلا واحد خسران فلما الاندماج بيقلل من المصاريف الاداريه. طيب يعني ليش بيكون في خلينا نقول ميثاق شرفي بالاسعار، مع انه مؤسسه يمكن التامين تقول مؤسسه النقد تقول بحكمنا مشرع ومنظم لا سوق حر خليهم يحطوا اسعار مقبوله معقوله، ما يكون في حرب اسعار عشان ما يتضرروا، ما حد يقتل الثاني. والله هذا كلامك جدا منطقي ومعقول، وكان طبق يمكن من 15 20 سنه التعاونيه وبعض الشركات الاخرى حطوا ميثاق شرف انه خلاص احنا للحريق بالذات الممتلكات انه ما يقل السعر عن اسال كم، او هم يتداولوا مع بعض، شركه A راحت يعني عميل راح كان مامن عند شركه A راح لشركه اخرى، الشركة الأخرى تسأل الشركة الأولى كم السعر، تعطي له نفس السعر، ما ينزل عن هذا السعر زي ما تفضلت. كان موجود هذا الميثاق الشرفي بالرغم أنه كان ما في تنظيم لسوق التأمين، لأنه كان مجرد بس اجتهادات ما بين 5 أو 6 أو 7 شركات هم اللي يعني التأمين هو خلهم. أيوه فالآن لا خلاص، قال لك مؤسسة النقد. مؤسسة النقد هي أول كان فعلا في ميثاق لهذا النوع من التأمين، طرقت لنقطة مرة مهمة، كان في ميثاق شرف ل7 8 شركات أنه والله يا جماعة لتأمين الحريق والممتلكات ما ننزل على هذا السعر عشان نحافظ على أسعار، في النهاية كل ما تحسنت الأسعار الكل استفاد. الكل استفاد، لأن انخفاض الأسعار يخفض الخدمة. طبعا يخفض الخدمة. فالآن مع وجود مؤسسة النقد والخبير الاكتواري واللوس ريشو، حتى على فكرة ترى هذه السنة بتطلب سنة واحدة، لكن بعد سنة بتطلب سنتين، بعد سنة ثالثة تضرب 3 سنوات تطلب معدل، لأنه خلال سنة واحدة قد يكون مربح وقد يكون مخسر، فعشان تنضبط الموضوع مؤسسة النقد قالت السنة دي تطلب سنة، كمان سنة تانية تطلب سنتين من العميل نفسه تقول له اديني معدل الخسائر حقك في السنتين اللي فاتت، وبعد 3 سنوات من الان تطلب حق 3 سنوات يصير الشركة اللي حتقيم او تعطي السعر عندها حق 3 سنوات تديها الافرج فعلا قديش الخسارة الحقيقية لهذا العميل، فحيطبقوه بس كل سنة بسنتها يعني الان يعني سنة. مش مستعجلين شوي يعني. لا على اساس انه هي ما حتى الان سنة، بعد سنة اخرى سنتين، بعد سنة ثالثة حق 3 سنوات. طيب ايش رايك في قوة العمل السعودية في القطاع؟ موجودين مؤثرين فاهمين خبراء ما
متمكنين، والله طبعا عدد كافي؟ الفضل يرجع بعد الله طبعا للتعاونيه التام، يعني يمكن عدد كبير من هذه شركه صارت جامعه مش شركه تامين. ما شاء الله، يعني غالبيتهم ماسكين مناصب قياديه في الشركات الاخرى، كلهم ما شاء الله كثير. صحيح، من التعاونيه. صحيح. ونتمنى انه باقي الشركات، لانه التعاونيه استثمرت في موظف، نتمنى باقي الشركات برضه يستثمروا في السعوديه، لانه قطاع واعد صدقني وفي مستقبل، يعني زي البنوك ما شاء الله قطاع التامين ولا زال يعني تشوف انه في فرص كبيره في جدا جدا في الاندر رايتنج سكشن، في الكليم سكشن، يعني في الاكتتاب. ليش الشباب مو مندفعين له؟ يعني يمكن زمان التخوف وانه حرام وكذا ابعد هذا، وكان للاسف جنسيات كثيره مسيطره على هذا السوق، يعني السعوديين لولا الله وتوفيق التعاونيه وكذا كان جنسيات معينه هي اللي مسيطره زي الدعايه والاعلان. الان بدت شويه مع الوعي التاميني والتعاونيه استثمرت في 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 موظفينها وسوت تريننج، عندها معهد تدريب وترسل بعض الموظفين الى بريطانيا، فجو ورجعوا وبدا يعني القطاع فيه عدد زاخر، فيه يعني شيء نقدر نقول انه كفاءات وطنيه موجوده. اي موجوده، بس برضو السوق يحتاج الى في 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 التكنيكال سايد، في مخرجات تعليم تساند الان. والله في جامعه الملك عبد العزيز في جده قسم للتامين، ما اعرف الرياض اذا في قطاع يتم، بس في بدات الجامعات مبتعثين وغيره. انا والله بيني وبينك ولدي ناوي ان شاء الله تخلص الثانويه ابعته لندن، لانه حاسس انه مستقبل كبير وواعد، وخصوصا اللي اشتغل بموضوع العموله وليس بالراتب في قطاع التامين. اي في قطاع التامين. انتهى وقت استاذ عدنان، شكرا لك. الله يسلمك وسعدنا باللقاء وشرفتونا. الله يجزاك خير ويسلمك. مشاهدينا الكرام ايضا شكرا لمتابعتكم، مع السلامه. We'll be right back.